بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي نوري محمد عبد الله، مرقب بنوريتا، مواليد 1950، متزوج، ليا زوج أولاد وبنت. بدايتي في الساحات الشعبية، لعبت في الساحات الشعبية، بتالي انتقلت لنادي زاوية الدهماني، مارست في زاوية الدهماني، وبتالي لما دمجوا الأندية مع بعض انتقلت لنادي الاتحاد في 1970. من هذه الفترة قعدت نستمر في نادي الاتحاد، في نادي الاتحاد، في نادي الاتحاد، قعدت حتى من سيبت الكرة. في حد دفع بي من أسرتي لأني نلعب الكرة. أنا كنت نلعب في الساحات الشعبية، فكنت مميز لما نلعب في الساحات الشعبية. انتقلت يعني عفوية لدرجة تانية بزاوية الدهماني. بداية لعبي في زاوية الدهماني، وبالتالي انتقلت لنادي الاتحاد من سنة 1970. التحاقي بنادي الاتحاد لما دمجوا الأندية مع بعض، كنت نلعب في درجة تانية. من زاوية الدهماني دمونا للدهرة. أنا تلقائيا من نفسي مشيت، خاطر كنت مغروم بنادي الاتحاد. التحقت بنادي الاتحاد في 1970. الحقيقة هم كلهم نجوم، ما تترش بحد، يعني كلهم نجوم اللي لعبت معهم، كلهم نجوم، يعني ناس لاعبي الكورة كلهم نجوم، ما تترش بحد شخصية. اللاعبين القدامى اللي تواصلت معهم ولحقت عليهم ومارست معهم الرياضة في نادي الاتحاد، الحاج عبود، نوري الترهوني، ممدو عبد القادر السوداني، المموتي، مصطفى التومي، احمد لحول. اللعب الان من منتصف الملعب، والكره مع الاحول، والاحول للتومي، والتومي لحو حمام راسا على لابراهيم، ابراهيم رجعت منه، اخذ التومي وداخل منطقه الجزاء، التومي بده يشوط، اعطاها للبسكي، ما في قدامه، صار بالجول، وجول للاتحاد، وجول للاتحاد، واحرز الجول البسكي، واحرز الجول البسكي في الدقيقه 26 بعد سلسله من المناقلات الرائعه بين البسكي والتومي جناح الايمن. وكانت نتيجة من خطأ من إبراهيم الخليل الذي تباطأ في لعب الكرة مباشرة وفاتت منه وراحت للبسكي اللي عمل محاورة وحط عن يمين حسن علي محرزا بذلك الهدف الأول للاتحاد بطل ليبيا. أول مباراة لعبت فيها أعتقد وكان ما خدتنيش الذاكرة ضد الشرطة في سنة 72 نعم. الخط الخلفي اللي في الدفاع نلعب فيه، ما مش يعني الخطوط الثلاثة والأربعة والخمسة واثنين نلعب خط دفاع، بس اللي المكان الأصلي دفاع الأيسر. فترة التدريب بدايتي في الاتحاد دربني الأستاذ اللي يغفر له ويرحمه، الأستاذ علي الزنتوتي ومحمد الخمسي. الفترة اللي لعبت فيها في نادي الاتحاد نرتاح الأستاذ القدير المرحوم علي الزنتوتي. فترتي في الاتحاد مارست مع لعبت مع نادي الاتحاد فترة 10 سنوات ولن تحصلوا عليه بطولة. مشاركات اللي برا في الفريق الوطني
من 72 ان انا في الفريق الوطني في دورة الجلاء، ومن دورة الجلاء استمريت في الفريق الوطني لغاية 76. لما لعبت أنا في نادي الاتحاد من نادي المس المادة، من نادي الغلالة والمس الكريمة هذه العريقة بدون أي مادة، كان يعني عائلة واحدة تجمع فينا في النادي هذا، والنادي هذا عريق ولم يقدم لي شيء. لعبت من أجل الغلالة مش من أجل المادة ولا لا شيء. اختياري في المنتخب اللجنة الأولمبية والله يرحمه الفاضل الأستاذ بشير الطرابلسي، أول هدف سجلته وكان ما خانتنيش الذاكرة نلعب ضد الشرطة، أعتقد في 71 مباراتنا ضد الشرطة الاتحاد والشرطة، خط الدفاع الخلفي اللي نزل معاهم الأولين طبعا، وبالتالي جيل ورا جيل طبعا اللي هو أستاذ نور الترهوني وممدو عبد القادر السوداني المموتشي، هذا من المجموعة اللي نرتحلهم في مسيرتي في الأهداف في نادي الاتحاد ما يقلش عليه 25 هدف. كل الحراس اللي في طبعا ليبيا كلهم سجلت لهم بدون استثناء، كل الحراس سجلت لهم في سنة. الاتحاد عندهم 30 نقطة أني نفسهم زيبهم أني 15 هدف جبتهم أني طبعا متتاليات المباراة، يعني كل مباراة مبارتين نسجل، كل مباراة مبارتين نسجل، كل مباراة. وسبحان الله اعطاني ربي مميز نلعب بالراس، مميز بدرجة اني مزبوط، يعني لما تجيني على الراس نتقنها ضربة الراس. صراحة جوني وعرضوا علي حتى مبالغ مالية، وحتى قالوا لي نرفوك نسفروك برا لتونس ولا حتى لإيطاليا، فأنا قلت لهم لا، أنا عشقي لنادي الاتحاد، أنا نقعد في نادي الاتحاد. مسيرتي في المجال الرياضي وفي المباراة تحصلت على البطاقة الصفراء، وتحصلت مرة على بطاقة حمراء. بالنسبة لأولادي يمارسوا في الرياضة بكل شك، بس عندي ولد مميز اسمه مناف نوري، هذا حارس طبعا متزينين، يعني نلعب دفاع وهو حارس. فسبحان الله ولدي من هو صغرى طالع مميز وفخم هكي جسمه فخم، وقالوا لي هذا حيصير منه ان حارس يكون موفق ان شاء الله في الاجيال الجايه. مسيرتي الرياضيه عمري ما يعني اعتقدت اني نستفاد ماديا ولا نستفاد اي يعني مساعدة اجتماعية، اني لعبت من نزل الغلالة هذه من نزل النادي هذا، ما فيش لا مادة ولا اي حل. مستوى الرياضة توا عندنا خامات مش ما عند ناس، بس توا عملية الرياضة توا ماديا اكتر من يلعبوا من أجل الغلالة ولا من أجل شيء. وكان جميع الأندية كانوا فيها ناس مميزة، كل نادي تلقى فيه 4-5 مميزين في الأندية. توا حاليا بصراحة
ما تلقاش نفرين ونفرين في الأندية مميزين. للتدريب طبعا انا لا خديت دورات ولا شيء، كنت مميز لاعب كره، اما لكن التدريب ما فكرت فيه اني نكون مدرب. مستوى الرياضه توا عندنا خامات، عندنا خامات مش ما عندناش، بس توا عمليه الرياضه توا ماديا اكثر من يلعبوا من اجل الغلاله ولا من اجل شيء. و كان جميع الأندية كانوا فيها ناس مميزة، كل نادي تلقى فيه 4-5 مميزين في الأندية. توا حاليا بصراحة ما تلقاش نفرين ونفرين في الأندية مميزين. ننصح الجيل اللي توا يلعب بالكرة القدم أو بصفة عامة الرياضة أنه يعطي حق الرياضة، ما يفكرش أنه في المادة. المادة هي الأخيرة، دي المادة دي هي الأخيرة. ما يطمحش إن الواحد المادة. أول ما انضميت للاتحاد حاولوا إن الناس يغروني بالمادة ويرفعوني للنادي الأهلي. عمري ما تمنيت إني نلعب في نادي تاني، نادي هذا اللي انضميت لهذا فخر لي يعني. لا يمكن اني ندمت على مسيرتي الرياضيه في نادي الاتحاد.